مشاهدينا الكرام مساء الخير، معنا الآن محلل قناة بي إن سبور الرياضية من مدينة وادرهي وولاية غليزان الجزائر. عزيزي المحلل، ماذا تعرف عن منتخب المغرب؟ بونسوار تي تشو موند جزيان، مساء الخير لكل الجزائريين. وانا نحن عدنا مرة أخرى سي تريبو مينون سي l'Afrique ici, mais l'équipe nationale du Maroc ici, non, vas-y. أعتقد أنني أعرف إفريقيا وأعرف الجزائر لكن منتخب المغرب لا أعرفه. إذا ماذا تعرف عن منتخب بنغلاديش؟ هذا شيء طبيعي، قل لي بنغلاديش لكنني أعرفه ويأتي بجانب الجزائر، ربما ذكرني بهذا. ماذا تعرف عن عن البنغلاديشيين؟ ربما اعرف عنهم انهم عبيد لملكهم ويبوسون اليدين وياكلون الموز كثيرا كانهم قرده ربما. عزيز شكرا لك سيد.